نظم الذنوب يا كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم. من أنا؟ ماذا كنت؟ ماذا سأكون؟ من أين جئت؟ وإلى أين أنتهي؟ يبدو أن بعض الناس أو كثيرا من الناس ينسون هذه الأمور شيئا فشيئا. يصبح الإنسان عند نفسه شيئا مهما، شيئا ذا قيمة حقيقية، وهذا خداع الإنسان. إذا راجع ماضيه ماذا كان في البداية؟ هو عدم. بعد العدم شنو كان الإنسان؟ وفي المستقبل شنو راح يكون؟ يرى أن الإنسان يخدع شيئا فشيئا، يصدق نفسه أنا شيء لي قيمة واقعية. أبدا، لا شيء في الدنيا ولا شيء في الآخرة إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى ولطف من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. حتى في الدنيا، سنعيك عن الآخرة اللي هي أعظم من الدنيا بكثير. شنو الإنسان قيمته في الدنيا؟ أعلم علماء الدنيا، أقوى، سلام عليك، أقوى المقتدرين في الدنيا، أكبر شخصية على الإطلاق في الدنيا، اليوم يموت بكرة ولا شيء ولا شيء. الدنيا ماشية، الناس رايحة جاية عادي، ماكو شيء. أتباع أحباب خلاص ينتهي. هذا مكان الإنسان، مقام الإنسان في الدنيا. الآخرة واي أعظم. هذا الإنسان يروح في الآخرة شنو قيمته؟ هذا الشخص اللي في الدنيا ما له قيمة، الآخرة ما لقيها إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى، بركات من أهل البيت. ذاك مثل أنا شنو قيمتي؟ ولا شيء. شوية شوية نصدق أنفسنا، شوية شوية نتصور أنه إحنا شيء. التواضع أريد أدخل في البحث العلمي الدقي في تفسير التواضع. التواضع خلاصة معناها أن الإنسان يصدق أنه وضيع،
أنه صغير، أنه ما له قيمة. هذا معنى التواضع. لا يرى لنفسه مكانه، يرى نفسه أصغر من الآخرين، وهذا الواقع. أنا أعظم من الآخرين؟ من أين؟ لنفرض أنه أنا اليوم عندي فاضل على الآخرين، غدا ماذا أكون؟ القضية خلوها في الجانب الأخروي، شخص له قيمة دينيا، عالم متقي، غدا ماذا يكون؟ أم يبقى عالم متقي؟ من أين يعلم؟ ما كانوا علماء فقدوا علمهم؟ ويصير بلحظة واحدة يفقد كل علمه، هذه الذاكرة كلها تمسح، العياذ بالله تعالى. ما كانت شخصيات متقية حسب الظاهر متقية في القمة، في امتحان صغير راح. أنا أنظر لنفسي بأنني وضيع، بأنني لا قيمة لي، أنا أصغر من الآخرين، هذا واقع، هذا مو شيء نريد نعلم أنفسنا على شيء غير واقعي، لا، شيء واقعي. أنا بالفعل بالنسبة للآخرين أنا شنو؟ التواضع واقع. في مقابل التواضع، الصفة السائدة الشائعة بطبيعة الإنسان صفة التكبر. هسه التكبر شلون يكون؟ تكبر على شخص واحد، تكبر على أشخاص، تكبر على أطفالي، تكبر على الفقراء، أنا غني، أي شكل. الصفة السائدة الشائعة التكبر، العياذ بالله تعالى. سلام عليكم. التكبر من أين؟ هذه الصفة من أين تأتي؟ العلم يأتي بالتكبر، العالم بطبيعته يصير متكبر. سلام عليكم. إلا إذا يضغط نفسه، إلا إذا يربي نفسه، العلم يأتي بالتكبر. الثروة المادية، الأموال، تأتي بالتكبر. المكانة الاجتماعية، تأتي بالتكبر. القدرة السياسية، تأتي بالتكبر. كل مزية أكثر الناس يفقدونها، هذه المزية تأتي بالتكبر. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عندما الإنسان يحس ولو في بعد من الأبعاد بأنه غني عن الآخرين، بأن الآخرين محتاجون إليه، الآخرين يحتاجون فلوسي، يحتاجون علمي، يحتاجون مكانتي، يحتاجون وجاهتي، الآخرين يحتاجوني، هذه الحالة، هذه المكانة تأتي بطبيعتها بصفة التكبر. إلا إذا الإنسان يربي نفسه، يعلم نفسه، دائما يذكر نفسه، لا أنت ولا شيء، إذا عندك شيء من الله عز وجل، من بركات أهل البيت، أنت شنو؟ شنو كنت؟ شنو أكون؟ هذا كثير مؤثر في إيجاد صفة التواضع في الإنسان. هذا قام يصارخ علي، صارخ عليك، شنو صار؟ خلي صارخ عليك، يعني شنو أنت مثلا صارخ عليك، خلي صارخ، عمله خطأ، سلام عليكم ورحمة الله، عمله خطأ، تتصور صايرة مشكلة لأنه يصارخ علي، طول لسانه علي، خلي يطول لسانه، يعني شنو صار؟ لا أنا شيء، هذا دا يطول لسانه علي، أنا عالم، أنا فقيه، أنا ثري، أنا متمكن، مقتدر. القضية ليست قضية أنه أنا أضرب
وعين شخص بالتكبر. لا، أحيانا التكبر حتى الإنسان هو ما يدري أنه متكبر. تصرفات تصرفات إنسان متكبر. شلون؟ أنا عندي علم، عندما أريد أعطي من علمي شيئا أعطي وكأنه متفضل، أنا متفضل على الشخص، أعطي بمقدار، أعطي في إطار يدوخ شوية، ما يفهم أنا شنو قلت، شوية أحكي مستوى عالي، هذا تكبر. نظرا من ظاهر التكبر، أعطي أموال قبل الأموال، خليت لكم شيء أبيات يمكن سامعيها. بعض الشعراء، هذا القضية مو خاصة بالشعراء، هذا مثال، عندما يريد ينظم شعر، ينظم شعر شوي مستوى عالي، مو مستوى عالي لأن المعاني التي يريد أن يوصلها معاني عالية، أحيانا المعاني اللي الشاعر يريد يوصلها معاني عالية، هو الشعر طبيعيا شوي يكون ثقيل، هذا شيء طبيعي، هذا زين. أشعار سيد حيدر الحلي، القصائد الحولية شوية ثقيلة طبيعي، لأنه هو جاي يعطي شعر راقي، الكلمات الدقيقة أحيانا شوية تكون صعبة، شوية تكون صعبة يعني مو كل واحد يعرفها، كلمات جميلة ما فيها شيء، بس باعتبار جاي يعطي معنى دقيق شوية، الشعر هو طبيعيا شوية صعب، هذا عادي. لا، يريد يبين قدراته. المشكلة هنا، أحد الشعراء الكبار، يمكن هذه الأبيات سامعيها مشهورة، صفي الدين الحلي، شاعر كبير قدير، من شعراء الغدير، طبعا شعراء الغدير بالمئات، عندما نقول فلان شخص من شعراء الغدير، مو واحد اثنين شعراء الغدير، هواي واحد منهم، بس واحد من الكبار من الشعراء يعتبر صفي الدين الحلي. صفي الدين الحلي ديوانه وصل إلى شخص، قرأ الديوان قال هذا شعر مو مستوى عالي، عادي ما في كلمات غامضة، خلينا نقول كلمات صعبة، شعر عادي. صفي الدين الحلي هم راد ينبهه، قال له ها تريد كلمات شوية ما تفهم معانيها، أخو أقدر أقول أنا شعر اللي أنت ما تفهم معانيها. نظام له قصيدة، قصيدة يمكن أكثر من 20 بيت، أيام شبابنا إحنا حفظنا مقاطع من القصيدة، كلمات، أنا أقرأ لكم بعض الأبيات، شوفوا أنتوا هاي الكلمات ثلاثة منها تعرفون معانيها، أظن أنه في هذا الجمع يمكن ماكو واحد يعرف ثلاث كلمات من هاي الكلمات، شنو معانيها أصلاً الكلمات؟ وشعر قال إنما الحيزبون والدردبيس والطخ والنقاح والعلطبيس والغطاريس والشقحطب والشقب والحربصيص والعيطموس والجراجيح والعفنقس والعفلق والطرفسان والعصطوس. عرفتوا ثلاث كلمات من هذه الكلمات معانيها شنو؟ بعدين قال لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. أنا ما أعرف أقول كلمات صعبة، لا تتصور ما أعرف، بس هاي الكلمات عندما الإنسان يسمعها تنفر المسامع، تنفر الحيزبون، هذه كلمات هي أصلا هذا خلاف الفصاحة طبعا، تدرون الحيزبون، دردبيس، عالطبيس،
جراجيح. جراجيح يعني شنو؟ هي غير قضية أنه المعاني مو معروفة، لا، هي الكلمات خلاف الفصاحة، استعمال الكلمات الغليظة خلاف الفصاحة. هذه مو كلمات دقيقة، كلمات غليظة. يمكن بعض الكلمات أصلا الإنسان يحتاج شوية يفكر شلون الكلمة تنطق. الصطوس مثلا، الكلمة شوية أصلا صعبة تلفظها، صعب. قال: لغة تنثر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس، وقبيح أن يذكر النافر الوحشي منها ويترك المأنوس. أنا أترك الكلمات المأنوسة أجيب كلمات نافرة، كلمات وحشية، وحشية يعني غير مألوفة. وقبيح أن يترك النافر الوحشي منها، عفوا، وقبيح أن يذكر النافر الوحشي منها ويترك المأنوس. أين قولي هذا كثيب قديم ومقالي عقنقل قدموس. كثيب، كثيب يعني تل، في القرآن الكريم وارد هذه الكلمة، تل يسمون كثيب. كثيب، كثيب قديم، تل قديم. يقول: أنا أقدر أقول تل قديم، كثيب قديم، أو أقول عقنقل قدموس، نفس الشيء. عقنقل يعني كثيب، يعني تل. قدموس يعني قديم. يقول: أين قولي هذا كثيب قديم ومقالي عقنقل قدموس. هذا الكلام مثل ذاك الكلام، يحكي عدل. تريد تبين معنى، بين معنى بكلمات عادية. هذه المشكلة مشكلة موجودة، هذه مشكلة لعلماء. عندما يريد يعطي علم ما يطاوع قلبه أنه يعطي بسهولة، وبعضهم يصرح يقول: أنا بتعب حصلت هذا العلم يجي بسهولة، ما أعطي، حصلت ولا ما حصلت. شو أنت يعني، ليش إنسان يتصور لنفسه مكانه؟ هذه مشكلة، هذا مظهر من مظاهر التكبر. علم حصلت أنت بتعب، ما يخالف أعطي للناس مجانا بلاش، شو يصير يعني؟ ما أقول بلاش، ما يخالف، تريد تعيش أنت من وراء علمك، جزاك الله خير الجزاء، أعطي للناس بفلوس، بس لا تتصور أنت شيء، لا تحاول تبين للناس علمك. هو المقدار اللي يبين، يبين ما يبين ما يبين، خلاص أنا صغير. هاي القضية انقلوها إلى الثروة، انقلوها إلى خدمة الناس في حاجاتهم، انقلوها إلى أي مجال. أنا الشيء اللي عندي أعطي للناس بسهولة أو أعطي للناس بصعوبة؟ السلام عليكم ورحمة الله. إذا أعطي للناس بسهولة أنا مستصغر نفسي، مستصغر نفسي، أنا متواضع، مو مستصغر شيء سيء، متذلل، تواضع. إذا لا بصعوبة أعطي، إذا أريد أخدم لواحد أطلع روح حتى أخدم، 50 مرة لازم يجي عندي حتى أمشي له شغلة عادية. أعرف أنت متكبر، مو أنت، مو أنت، أنا عن نفسي أتكلم. السلام عليكم. المثال الأعلى هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، السلام عليكم ورحمة الله، وإعطاؤهم كل ما تمكنوا أن يعطوا بكل سهولة، بدءا من المعاني العظيمة، اللي هذه المعاني العظيمة توجيه كانت البشر بدون الأشياء. القضية تأثير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليست خاصة بالشيعة اللي أخذوا من أهل البيت الكلمات الشريفة، لا، هذا الموضوع يحتاج إلى بسط، يحتاج إلى توضيح شوية. تأثير أهل البيت، تأثير كلمات أهل البيت، غير مواقفهم، غير وجودهم، بركات وجودهم، هذا أصلا موضوع ثاني. تأثير كلماتهم، تأثير كلمات أهل البيت ومواقف أهل البيت على كل العالم. اليوم كل العالم يتنعم بنعمة ما صنعه رسول الله
ما صنعه الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نموذج واحد بسرعه اذكر لكم وان كان خارج عن حديثي. لاحظوا انتم شوفوا العالم كله كيف كان يدار من قبل الحكام. اصلا غير دكتاتوريه ما كان في العالم، ما كان. كل الحكومات في العالم كانت حكومات دكتاتوريه. اليوم نشوف حكومات اشكال ثانيه شويه اهون من الدكتاتوريه. هذا من بركات اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه واله جاء بنظام ثاني للحكم، وهو حكم بنظام ثاني. حاكم يقعد ويا الناس على الارض على التراب، ماكو حد حاكم. النبي كان يقعد على الارض، امير المؤمنين كان يقعد على التراب، وهو اكبر امبراطور. تدرون هذه الاشياء تاثر. النبي صلى الله عليه واله كان احد القدرات الكبيره في العالم من الناحيه الظاهريه. اقول امير المؤمنين ما كان احد القدرات الكبيره، كان اكبر امبراطور على وجه الارض. هذا يترك اثر، يغير النظام. هو التغيير اللي شويه صاير، هذا التغيير اذا الانسان يريد يحلل الجزء مهم منه من بركات اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، يعني بركات اعمالهم ناهيك عن بركات وجودهم. كل شيء في هذا الكون من بركات وجودهم، لكن موضوع ثاني. هالاشياء الكبيره، الكلمات العظيمه اللي اعطاها، اعطوها بكل سهوله. اتش الدرر. الان تكلمنا عن الكلمات اللي شويه يعني غليظه. شوفوا اخواني هذه الملاحظه مهمه. القران الكريم دقيق مو غليظ. كلمات القران الكريم ما اكو ادب منها. بعض كلمات القران يمكن احنا ما نفهمها، بس كلمات جميله ما اكو فيها كلمات غريبه. وإن كان يمكن بعضنا معاني بعض الكلمات ما نعرفها. الكلام الدقيق شيء. بين قوسين هاي القضية أنقلها لكم قضية طريفة. الكلمات الوحشية حسب التعبير، كلمات غير المألوفة، هذه تنزل مستوى الفصاحة في الكلام. الكلام الفصيح لازم لا يكون في كلمات خلينا نسميها كلمات وحشية، كلمات غير مألوفة. إذا تضمن الكلام على كلمات وحشية، هذا الكلام يكون كلام من ناحية الفصاحة كلام ضعيف. هذا للتفصيل يذكروا في علم البلاغة والفصاحة، هناك يذكروا علم البيان. الحروف الغريبة الغير متجانسة، هذه الأمور كلها تأثر في ضعف الكلام، الكلام يكون ضعيف. ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني. هذا مثال يذكروا هناك، واحد كان متعلم لكلمتين يريد يتكلم مثل مستوى عالي، طاح في الناس تجمعوا عليه، هو هم راضي حكي حكي غريب، فقال لهم ما لكم تكأكأتم، يعني اجتمعتم، ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا. افرنقعوا يعني انتشروا ابتعدوا عني، افرنقعوا عني. فقالوا هذا جن، طاحوا صار في عقل شيء، راحوا تركوا. هذا كلام خلاف الفصاحة، حكي كلام. في القرآن الكريم ماكو حكي كلمات، الكلام القرآن قمة في الفصاحة. المشركون بحثوا وقالوا لا، هم اكو في القرآن كلمات، اخذوها على رسول الله صلى الله عليه واله. كانوا يقولون لا، النبي هذا يقول كلام من الله، وهذا الكلام في قمة الفصاحة، في كلمات غريبة. شنو الكلمات الغريبة؟ قسورة. قسورة هم شوي يغلظوا هالكلمة، هالكلمة غريبة. بعد شنو؟ الله يستهزئ، هاي كلمة شوية غريبة. بعد شنو؟ كبار وعجاب، هاي أربع كلمات أخذوها.
قالوا هاي الكلمات كلمات غريبة، كلمات شوية غليظة كذا، عجاب شنو، كبار شنو. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لهم يخلف روحه، خلاصة القضية روحوا جيبوا فد واحد اللي أنتم مقتنعين أنه هو إنسان قمة في الفصاحة، جيبوا خلنا نسأله هو خلي يكون الحاكم بيننا، أن هالكلمات كلمات خلاف الفصاحة ما يستعملها العرب، لولا كلمات عادية. فرضوا بشيخ كبير هذا كان مشهور بفصاحته، وجابه عند النبي صلى الله عليه وآله. النبي أجلسه في مكان، أول ما قعد النبي قومه قعده، قعد المسكين وشايب شيخ كبير بصعوبة يقعد يقوم، قعد مرة ثانية النبي قومه قال له لا هناك قعد، مكان ثالث قعد النبي قل له يقوم قل هناك، ثلاث أربع مرات هذا زعل. قال يا ابن القسورة أتستهزئ بي وأنا شيخ كبار، إن هذا لشيء عجاب، استعمل الكلمات كلها الأربعة. النبي صلى الله عليه وآله قال لا أكو قضية كذا، قال شنو قلت لا تقومني منها كذا، هذا العرف خلاص القضية انتهت. في كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أكو كلمات جدا دقيقة، كل كلمات أهل البيت جدا دقيقة وجدا رائعة، الروعة شيء الغرابة شيء آخر. أنا خل أقرأ لكم كلمات بعدين نرجع لحديثنا. في خطب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندما يتحدثون عن التوحيد أكو كلمات ما أروعها وما أعظمها من معاني. لاحظوا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في خطبة الله يقول الحمد لله الذي لا يحس ولا يجس ولا يمس. في عبارة أخرى للإمام الصادق أيضا صلوات الله عليه يقول الحمد لله المحتجب بالنور دون خلقه. معجزة معجزة، النور يضيء النور ما يحجب، صحيح؟ لا الإمام شنو يقول؟ يقول الحمد لله الحمد لله المحتجب بالنور دون خلقه. كثير روعة، قمة الروعة. وهذا بالفعل الله عز وجل محتجب بالنور، يعني شنو؟ الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في خطبة يقول الحمد لله محيث الحيث ومكيف الكيف ومؤين الأين. الأين من اللي سوى أين؟ الله. أين يعني مكان. من اللي الحيث سوى حيث؟ من اللي الكيف سوى كيف؟ الله محيث الحيث ومكيف الكيف ومؤين الأين. أكو عبارة، العبارة أقرأها، عبارة لطيفة. قام رجل في جامع الكوفة فقال يا أمير المؤمنين صف لنا خالقك كأننا نراه. أمير المؤمنين قال كلام كثير 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 عظيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا عالم متمكن علميا ومتمكن خطابيا يقف عند هذا يمكن سطريا يعني. يقف ساعات يسوى. صف لنا خالقك كأننا نراه. الإمام شنو قال؟ قال كلام مختصر. الكلام المختصر من أي شخص كان يضعف قوة الكلام. أنت مرة تريد تبين الموضوع في 10 كلمات، مرة تريد نفس الموضوع تبينه في 5 كلمات، صعب. أولا صعب، وإذا بينت نفس المعنى شوية المعنى يصير أضعف، هذا شيء طبيعي. نفس المعنى ما تقدر تبينه، نفس المعنى اللي لازم 10 كلمات تستخدم حتى تبينه تريد في 5 كلمات تبينه. الإيجاز يأخذ حتما يأخذ شوية من المعنى، شوية من المعنى يقل، هذا طبيعة الإيجاز.
شوف الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أعطى كلام في وصف الله سبحانه وتعالى بإيجاز. أولا شكد روعة لغويا معنويا. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي هو أول بلا بدء مما، أو بلا بديء، يصير هذا يصير ذاك. الحمد لله الذي هو أول بلا بدء مما، ولا باطن فيما، ولا يزال مهما، ولا ممازج مع ما، ولا خيال وهما. انتم مرة اذا صارتكم مجال روحوا هذه العبارة شوفوا امير المؤمنين شنو مسوي هنا. ايجاز خو ايجاز واضح، امير المؤمنين جاي يوجز يختصر في الكلام، ما جاي يبسط في الكلام. هذا انا اسميه الايجاز والاعجاز، اعجاز اعجاز، لانه امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اوجز من دون ان المعنى يقل. لا مو بس هذا، بالايجاز اعطى معنى اكثر، هذا اسمه ايجاز. ايجاز اعجاز، ما يصير بالايجاز انت تعطي معنى اكثر. لا، امير المؤمنين استعمل طريقه ايجاز والمعنى اوسع، يعني اعطى بالايجاز عموم، مما عموم، فيما عموم، شمول، هذا في شمول، يعني اعطى بالايجاز معنى بالتفصيل واحد ما يقدر يعطيه. غير جمال الكلام، الجناس الموجود، انواع البديع. انا مره تاملت في هذه الكلمه اللي انا وجدت 8 انواع من البديع، هذا بمقدار علمي القليل، طبعا هي قطعا اكثر، 8 انواع من البديع امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام استعمله، وهذا كثير صعب. يعني انت في كلام من 50 كلمة تعطي نوعين من البديع، البديع هو صعب، بديع يعني ابداع. امير المؤمنين حسب مقدار معرفتي انا 8 انواع من البديع جايبها في هذه الكلمات. بديع معنوي وبديع مادي وبديع لفظي. البديع المعنوي الطباق، الافتنان، المذهب الكلامي، الاستطراد، حسن التعليل. 5 انواع من البديع، هذا قلت بمقدار معرفتي القليله. انواع البديع اللفظي: الجناس خصوصا في العباره الاخيره، الاكتفاء، الانسجام. 8 انواع من البديع امير المؤمنين اعطاها في هالكلمات. المعنى رائع، الكلام جدا بمستوى عالي لغوي لفظيا، بسهولة أعطى أمير المؤمنين. ومن أمثال هاي الكلمات افتح نجل بلغ حتى تشوف في مجالات ثانية. يا أخي خلاصة كلامي، أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة. خلاصة كلامي، اللي تريد تعطيه أعطيه بسهولة. من وين أنت حصلت هذا الشيء؟ الله أعطاك، ولا الله أعطاك بسهولة. أنت تعبت شوية، تعبت بس بهذا التعب أنت ما تستحق هذا الشيء. شنو أنت صرت عالم، حصلت على العلم، إيش قد تعبت؟ هذا العلم هواية هواية أكثر من هذا الجهد اللي أنت أعطيته كان يحتاج، وإلا هذا العلم ما كان يحصل. الله أعطاك، الله أعطاك مجانا، أنا ما أعطاك، أنت أعطي مجانا، أعطي بسهولة. ما أقول مجانا يعني بدون فلوس، ما يخالف بفلوس، العلم الآن يقابل بالمال، ما يخالف، ما في إشكال، هذا شيء طبيعي. بس لا تستصعب أنه تعطي للناس، الناس ما يقدرون، حتى لو ما يقدرون أنت شو عليك؟ تعطي لله عز وجل. قارت من روايات، احنا أساس كلامنا الروايات الشريفة، احنا كلامنا عن التواضع. شوي ابتعدنا عن الموضوع، نرجع. التواضع لمن؟ بسرعة أذكر وأختم كلامي.
التواضع درجات، التواضع للأنبياء والأوصياء هذا التواضع المطلق بدون حدود في كل شيء. بالنسبة للأنبياء والأوصياء أنا شنو؟ صفر، هذا واضح. التواضع للوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل أقرأكم رواية شريفة؟ هذا حديث صحيح بلا إشكال في كتاب الكافي بسند صحيح عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، ما هذا الإحسان؟ فقال عليه السلام: الإحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه. لا تنتظر أبوك أمك يقولوا لك جيب فلان شي، سوي فلان شي، روح فلان مكان، لا تروح فلان مكان. أنت قبل ما هم يطلبون منك أنت سوي. إذا عرفت هم يحتاجون فلان شي خلاص. وإن كانا مستغنيين، وإن كانا مستغنيين حتى لو هما في غنى هو يقدر يسوي. الآن هو يحتاج لشغلة، أبوك أمك هو يتمكن يروح يسويها، يمكن هو يريد يسويها، لا أنت روح سوي له أخدمه يعني. أليس يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: وأما قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال عليه الصلاة والسلام: إن أضجراك فلا تقل لهما أف. هو صوتهم عن كان يعني أبوي هو أمي هي قالت شيء، مو أنا، هي ابتدت، هي أضجرتني، هو أضجرني، حتى لو هو أضجرني هي أضجرتني يعني بدون سبب. أنت أوف لا تقول، أوف لا تقول، مو أكثر من أوف. لا ليش نفعك إن شاء الله كل المؤمنين هكذا. خب الباقي شنو؟ ولا تنهرهما إن ضرباك. مو قالوا كلام يقول هذا أبوي شي يقول لي يهيني، لا مو إذا أهانك، إذا ضربك. والمفروض أنا أقول ضرب ظلم كان، يعني أنت ما كنت تستحق أن تضرب بدون سبب ضربك. حتى لو ضربك مو قال لك، ضربك. ولا تنهرهما إن ضربك، حتى النهر لا يصير. لا تقول لي ليش أنت طقتني، لا هذا ما تقول. وقل، قال عليه السلام: وقل لهما قولا كريما. هذا من القرآن. قال عليه السلام: إن ضربك فقل لهما غفر الله لك. وضربك ظلما انت ادعو له، رد له بكلام طيب. هذا اذا ضربك، هو ضربك فرضا قال لك تتكلم شويه غير مناسبه، انت تشوف انها كلمه غير مناسبه، خلاص هذا ابوك، هاي امك، 7 مليارات بشر كلهم خليهم جانب، ابوك وامك خليهم جانب ثاني، افتح لهم حساب ثاني. يعني ايش بيصير؟ بيصير شيء. فذلك منك قول كريم. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عليه السلام: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما أو أيديهما، ولا تقدم قدامهما. تقدم يعني تتقدم، ولا تقدم قدامهما، قدامهم لا تمشي، لا تدخل في مكان قدامه. التواضع للأنبياء والأوصياء، التواضع للأبوين، التواضع تواضع الحاكم
للمحكومين شبه منعدم. هذا اكو حاكم يتواضع للمحكومين، تواضع تواضع. الامام امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يكتب له رسالة لأحد عماله، يمكن محمد بن أبي بكر هذا رضوان الله تعالى عليه، يقول له واخفض للرعية جناحك. نفس العبارة، واخفض لهما جناح الظل من الرحمة. الإمام يقول للرعية أنت الآن مسؤول، أنت حاكم في مصر، حاكم في وين كان محمد بن أبي بكر، لا اخفض للرعية. التواضع بعد المن للفقراء. الرواية تقول فقراء، أنا أوسع المعنى لكل ضعيف. الضعيف اللي الناس أصلا مو صوبة، الناس يستصغرونه، تواضع له. الإمام عليه الصلاة والسلام في عهده إلى مالك الأشتر، هذا العهد ما أريد أتكلم عنه، فد معجزة كاملة. هو هذا عهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر، معجزة كاملة. أيام شبابنا كنا نحفظ، إن شاء الله شبابنا أحيانا يحفظون بعض خطب نهج البلاغة وكتب نهج البلاغة. يقول واخفض جناحك للفقراء. مالك الأشتر هو شخصية الذاتية حسب تعبيرنا، شخصية الاعتبارية، حاكم من قبل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعني والي. يقول واخفض جناحك للفقراء، بل التواضع لعامة الناس. القرآن الكريم يقول بالنسبة للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين، في آية أخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لا، أصل لعامة الناس، التواضع لكل الناس، هذا واقع الإنسان. في الرواية الشريفة أن الله عز وجل يرفع المتواضع، يرفع ولا ما يرفع؟ ويرفع، مو مهم يرفع ولا ما يرفع، أنا لا شيء، هذا واقعي، هذا الواقع. لا أنخدع به خدع الشيطان، لا أنت والناس كله كذب، لا أنت ولا هم يحزنون. أنا بشر، قبل يوم يمكن النطفة، بعد يومين أنا أكون جيفة، ميتة يعني جيفة. هذا حالي أنا، علمي وفلوسي وقدراتي كلها شيء ضئيل، امتحان مختصر في الدنيا، وبعدين هم يأخذون كلها منك، ما يعطوك ولا شيء. بعد فضل الله وبركاته البيت في القيامة شلون يتعاملون وياك بعد؟ هذا من الله عز وجل، ولا شيء. أنا هذا واقعي، هذا الواقع للنخدع بالخلاف. أقرأ لكم بعد حديث لو لا. بس هذه العبارة أقرأ لكم إياها. يقول عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة أيضا وارفق ما كان الرفق أرفق. كثير العبارة جميلة. الآن يقول واخفض للرعية جناحك وألن لهم جانبك. هذا بالنسبة للحاكم طبعا. يمكن أقول أنت في بيتك حاكم، أنت الأبو الحاكم في بيتك، هذا حدود حكمك. واخفض للرعية، أنت في بيتك أقول واخفض لأبنائك، لبناتك، لزوجتك، هذا لرعيتك، أنت جاء ترعاهم بعد. واخفض للرعية جناحك وألن لهما جانبك وآس بينهم في اللحظة والنظرة. آس يعني واسع، يعني بالتساوي، ليكون ترجع هذا على ذاك، ذاك على هذا. وآس بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية، في كل هالأشياء واس بينهم. 100% ما يصير، إحنا ناس عاديين، قدر استطاعتك ليكون ترجع هذا على ذاك، لأنه هذا شخصية، لأنه هذا فلوس عنده، لأنه هذا عالم، لا عادي.
حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا ييأس الضعفاء من عدلك. والسلام. احنا نقول وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرمون.